طب يعني الموضوع وسع وكبر يعني طب ما دي حاجة كويسة. طب والله جدا والله جدا والله يا جدا. فندم بس أنا الناس دايما عنده طموح، وعنده طموحه ما بينتهيش يعني، ما بنقفش عند حدود يعني، دايما لا عايزين كذا واكثر. الحقيقه ان هو دلوقتي استاذ رزق بيقول حاجتين مهمين قوي، توطين، أيوه اتكلم على الصناعه صح والعماله الساعه، وامتلاك القدره. الحقيقه انا بسمع منه الكلمتين دول دايما، ودايما بيحاول يرسخهم فينا ان انت دايما تعمل توطين لحاجه معينه مش موجوده زي الصناعات الحديثه والحاجات اللي مش بتتعملش في مصر، وامتلاك القدره ان انت يبقى عندك قدرات كبيره جدا وهائله في قناه السويس بالذات، يعني اثناء هيئه عالميه والناس كلها بتبص عليها وبتعدي فيها 23000 مركز السنه دي الحمد لله رب العالمين، يعني ما شاء الله 23800 ما شاء يعني الله رقم بسم الله ما شاء الله يعني.